أهلا بكم سادتي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج جدل عراقي، تشرين بين الكرسي النيابي وحق أبنائها الضائع هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم. رؤية ربما معمقة عن تشرين بين الكرسي النيابي وحق أبنائها الضائع، نناقش هنا في جدل عراقي مع ضيوفي كل من الناشط السياسي التشريني والرئيس القادم كما يحب أن يسمي نفسه محمد عفلوق. أرحب بك هنا من استديوهاتنا في أربيل. أهلا وسهلا أستاذ، حياكم الله. أرحب أيضا برئيس حركة امتداد الدكتور رائد الصالح، ينضم معنا عبر سكايب. اهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام، واود التصحيح انني رئيس المكتب السياسي لحركه امتداد وليس رئيس حركه امتداد. حياكم الله، اذا نصحح، رئيس المكتب السياسي لحركه امتداد الدكتور رائد الصالح. نرحب بك بالصفه التي تختارها انت. ابدا معك دكتور. نعم، هل تحول التشرينيون الذين شاركوا في الانتخابات وفازوا إلى رقم إضافي في المعادلة السياسية المأزومة في العراق، طبعا وهي مأزومة ربما باعترافكم أنتم، الكلمة لك، تفضل سيدي الكريم. نعم، شكرا جزيلا، يعني سؤال مهم جدا. طبعا احنا رقم بالسياسة العراقية عندما تكلمنا حركة وأصبحنا حزب سياسي، فأصبحنا رقم سياسي سواء فزنا في الانتخابات أو لم نفز في الانتخابات. بالحقيقة نحن نعلم أن العملية السياسية هي عملية مشوهة، هي عملية تختلف عن كل العمليات السياسية اللي موجودة في العالم وفي المنطقة بشكل خاص. ديمقراطية مشوهة، ديمقراطية فقط بالاسم. نتاج هذا العمل هو ثورة عارمة عظيمة قام بها الشباب في عام 2019، شخصت الأخطاء وحاولت أن يعني تصحح في وقتها، وأقالت حكومة، طبعا أسقطت حكومة نحن نقول، ودعت إلى يعني إقرار برنامج انتخابي أو نظام انتخابي جديد، وأقيمت انتخابات مبكرة، وهذه الانتخابات المبكرة أفرزت يعني الفائزين اللي لم يكن العدد بمستوى الطموح، لكن هو كان إيماننا أن التغيير سيكون بشكل تدريجي. الآن وبعد أن يعني ضاقت السبل وبعد أن وصلت الأمور إلى انسداد سياسي واضح منذ 9 أشهر انتهت الانتخابات، ولحد الآن لم تشكل حكومة، لم ينتخب رئيس جمهورية، كانت هناك محاولة ل يعني تشكيل حكومة مختلفة عن الحكومات السابقة، وهي حكومة أغلبية، مع عدم قناعتنا أنها حكومة أغلبية، لأن الأغلبية يجب أن تكون أغلبية سياسية وليس أغلبية مكوناتية. الأغلبية السياسية هو أن يندمج حزبين فائزين أو 3 أحزاب فائزة في تشكيل حكومة، ويبقى بقية الأحزاب الفائزة أو نقول الخاسرة بشكل معارضة، يشكلون معارضة في البرلمان. هذا الأمر لم ينجح مع أن المحاولة كانت كبيرة وكان فيها إصرار كبير، ونحن كحركة امتداد وكمنبثقين من هذه الثورة العظيمة دفعنا بهالاتجاه هذا، لأننا نعتبرها أنها بذرة في عملية التغيير، يعني عملية تغيير النمط التوافقي للحكومات السابقة. نعم دكتور، نعم دكتور، ولكن سؤالي ربما محدد بجانب. أين ترون أنفسكم الآن في المعادلة السياسية؟ سير مع الركب، جوهرة التاج، الجزء المعارض، التصحيح التدريجي، أين أنتم الآن؟ نعم، نحن حددنا منذ اليوم الأول لتشكيل حركة امتداد، حددنا موقعنا من العملية السياسية،
وقلنا أننا سنكون معارضة لأي حكومة تشكل ما لم نستلم نحن الحكومة. واستلام الحكومة طبعا مثل ما تعرفون كانت هنالك عروض في المرحلة السابقة أنه تعالوا شكل حكومة، تعالوا اقترحونا رئيس وزراء وأنتم مسؤولين عنه. هذا الكلام ما يفيد. الكلام اللي يفيد أنه إحنا نشكل حكومة مع أريحية برلمانية، يعني أنه إحنا يعني كان سؤالنا أنه بعد أسبوع من تشكيل حكومتنا إحنا شكلناها بهذا العدد من الأصوات القليل، خلينا نقول امتداد والجيل الجديد والمستقلين يشكلون 60 مقعد. لو خرج رئيس وزراء أسبوع من تشكيل الحكومة وألقى كلمة وهذه الكلمة لم تعجب الأغلبية من البرلمان، هل تضمن عدم سحب الثقة من هذه الحكومة ومن هذا رئيس الوزراء؟ إذن سيكون رئيس الوزراء أسير. نحن لا نشكل حكومة إلا بعد أن تكون لدينا أريحية برلمانية. خططنا كحركة امتداد أنه نتجاوز سنة 2025 أو 2026 وننظر بطموح نحو 2029، انتخابات 2029، أنه إحنا نشكل حكومة مع إخواننا المستقلين اللي ينبثقون من حراك تشرين أو الحركات الوطنية التي ظهرت وستظهر إن شاء الله بالمستقبل. راح ننظر طيب لهذا اليوم وبإزاحة هذه الطبقة السياسية التي تحكم منذ 2020 منذ العفو التي تحكم منذ 20 عام 2003 وإحنا على أبواب 2023 وبدون خجل تريد أن تكرر الحكومات التوافقية السابقة، حكومات المحاصصة التي في الحقيقة لا نعم نعم توضحت الصورة توضحت الصورة دكتور. لكن هكذا أنتم ترون أنفسكم، كيف يراكم زميلكم وأخوكم في ثورة تشرين؟ كيف هي رؤيته؟ ربما أسمع رأي محمد عفلوق في هذا الأمر. أجدد التحية إليك أستاذ محمد. كيف ترى أنت التشرينين الذين شاركوا في الانتخابات وفازوا؟ ما هو موقعهم الآن؟ حدده ربما الدكتور رائد الآن بكلامه وذكر أن الموضوع الآن موضوع مؤجل حتى حين، هنالك رؤية طموحة تصل إلى 2029، لكن احنا بعدنا بال 2022 والأمور بعدها إلى الآن عرجاء عرجاء. تحية طيبة أستاذ أنس لجنابك الكريم ولمشاهديكم الأفاضل. طبعا بالنسبة لإخوتنا ورفاق دربنا السياسيين أو الفائزين أو الحركات الناشئة السياسية بالنسبة لامتداد تحديدا، وأنا أعتقد يعرف أستاذ رائد من الأوائل المبادرين وأعتقد يمكن أن سابقة بوجودي بحركة امتداد. حركة امتداد تبنت شعارا عظيما، نقل صوت الشارع الاحتجاجي إلى قبة البرلمان. هذا الشعار بحد ذاته يحتوي على فلسفة سياسية وجماهيرية عظيمة جدا بإمكانها الإطاحة بالنظام حرفيا، لأن من يخترق العملية السياسية بالجمهور هذا بحد ذاته هو نصر لقضية تشرين وأهدافها ومبادئها. لكن ماذا حدث؟ بأول تجربتها امتداد بدأت تتنصل عن هذا الشعار العظيم الذي تبنته. فوجئنا بأن امتداد التي تقول أو تدعي أنها لسان الشعب ولسان تشرين تذهب باتجاه التصويت لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والذي كان مشرفا على عمليات القمع التي تعرضنا لها طوال فترة تشرين. هذا الجانب أوقع امتداد
بمشاكل داخل كوادر الحركة، وراح البعض يتهم زملاء بالحركة باتهامات ما أنزل الله بها من سلطان، إلى أن تبين الأسود من الأبيض بعلانية ومجاهرة نائب أمين عام الحركة، وقال بصريح العبارة: نعم صوتت للحلبوسي. سابقا طبعا أمين عامها. نعم أمين الحركة سابقا. سابقا دكتور علاء ذكابي. بالضبط. على أثر هذا الكلام الحركة برمتها وقعت بحرج مع بعضها، مع بعض كوادرها ومع جمهورها، لأنه عندما كانت هذه الحقيقة مغيبة عن الجماهير كان كوادر الحركة يبررون للجمهور وللآخرين أننا لم نصوت إطلاقا لشخص شارك بالمأساة التي تعرض لها الشباب طوال فترة الاحتجاجات. على إثرها حدثت انشقاقات كثيرة، ولا زالت الانشقاقات مستمرة داخل الحركة. ما يعيب الحركة وما أوصلها لهذه الحال. عفوا أستاذ محمد، أنا قضيتي اليوم مو امتداد. نعم بالضبط، أنا قضيتي تشرين اليوم. هاي القضية أو هاي مشكلة امتداد هي نفسها موجودة عند باقي النواب سواء كانوا مستقلين أم متكتلين. نعم. داخل مجلس النواب هي ذات المشكلة، رؤية استراتيجية خارطة الطريق للأسف يفتقرون لهذا الشيء، وإلا لو كانوا يمتلكون هذه الرؤية واستراتيجية كاملة للآن الجماهير تجدها كلهم ينساقون خلفهم. إيه بس ما لا يدرك كله، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله. نعم نعم. أنت تحتاج اليوم صوت بالبرلمان، تحتاج إلى صوت شخص مسؤول. أستاذ أنس أنا أريد أوصل إلى نقطة معينة. حقوقك من يجيبها؟ نعم. حقوق الشهداء 800 من يجيبها؟ جزاهم الله خير. لحد حقوق الجرحى من يجيبها؟ لحد الآن أي مبادرة بهذا الموضوع ماكو، فخلي أكمل. هاي لها وقتها. بالضبط. كل الأحزاب بكل الكوكب تأخذ طبختها من مكتبها السياسي إلا جماعتنا. المكتب السياسي آخر من يعلم بسيرهم السياسي، بنهجهم داخل مجلس النواب. هذا احتفظ بك سؤال لرئيس حركة امتداد. نعم بإمكانك توجيه السؤال للدكتور رائد. نعم، لكن قبل سؤالي للدكتور رائد، انتوا اللي قاطعتوا واللي دعيتوا الى عدم المشاركة بالانتخابات، ما يخالجكم الندم اليوم لانه دعيتوا الى مقاطعة الانتخابات بصراحة بضمير؟ بس انطيني وقت حتى اجاوب على هذا الموضوع، وراح ابرهن لك بالضمير وبالمبادئ اللي من اجلها صار بينا اللي صار. بالنسبه لتبنينا لمشروع المقاطعه، هو ما كان نابع او ناتج من فراغ، ناتج عن درايه لما ستؤول اليه الامور، واعتقد هم الاخوه يعني قريتوا المشهد مقدما وقلتوا راح يصير انسداد سياسي وراح الاخوه مدركين لهذا الواقع اللي اليوم جاي تمر به العمليه السياسيه ويعرفونه جيدا، والبعض منهم يغالط نفسه ويضع حلولا لهذا الانفراج السياسي. ليش راح حول هذا المشروع؟ ولن يحدث. ليش راح حول عدل هذا المشروع؟ الان الاخوه حتى في حركه امتداد عندهم مبادره جمع تواقيع لحل البرلمان. صح. طيب إذا أنتم جادين بحل البرلمان، ليش ما سحبتوا مع الكتلة الصدرية مع الصدر؟ أوجه السؤال نفسه إلى وإذا الدكتور رائد، أبقى ويا أوجه هنا السؤال. إحنا نبرهن نعم نبرهن نعم صحة ادعانا بالمقاطعة. نعم نعم دكتور رائد فعلًا خيار حل البرلمان أنا سمعته من حضرتك شخصيًا في أحد اللقاءات، وهذا تعتقد اليوم ينسجم مع تطلعاتكم؟ وإذا كنتم فعلا مع خيار حل البرلمان، لماذا لم تنسحبوا مع الصدريين؟ نعم شكرا جزيلا. طبعا أنا أحيي الأخ الناشط، أنا بس ما سمعت اسمه بالضبط منه. محمد عفلوق. محمد عفلوق. أهلا وسهلا أستاذ محمد عين. أهلا دكتور، كل الهلا بيك. مشتاقين. الله يبارك فيك. بالحقيقة مسألة يعني انه امتداد دخلت
يعني احنا نقول دائما اللي يلعب بالساحه مو مثل اللي برا متفرج. هنالك جمله من الامور والذي يعمل يخطئ، هذه ننتهي منها. اللي ما يعمل، هذا اللي قاعد ساكت، هذا ما يخطئ. احنا عملنا ونعترف ان هنالك اخطاء، كانت هنالك اخطاء، ومن ضمن هذه الاخطاء هو الارباك الذي حصل في الجلسه الاولى لانتخاب رئيس البرلمان. هنالك ارباك ما حد يعرفه، بس احنا حصل، والحصل الذي حصل، وتم يعني الترويج لمساله التصويت من حلبوسي بانها قد قامت القيامه على حركه امتداد، وخصوصا من الاخوان اللي يعني اللي قاطعوا الانتخابات. مساله مقاطعه الانتخابات كانت مساله خاطئه 100%، وهذا يعني خطا تاريخي راح تعرف النتائج مالته فيما بعد. دكتور، لو كانت خاطئه، عفوا على المقاطعه، لو كانت خاطئه لما الآن تذهبون باتجاه جمع التواقيع لحل البرلمان؟ لا، هذه نتائج طبيعية، هذه نتيجة طبيعية. والمقاطعة ليست طبيعية؟ لا، مو طبيعية المقاطعة. لو كان هناك مشاركة فاعلة بالانتخابات لكان إخوانك بدل ما 9 يا أخي، إخوانك رقم كبير. وهذا الرقم الكبير راح يفرض نفسه كرقم في المعادله السياسيه ويتحكم بالمعادله السياسيه. الان انت تدعوني الى انه لو كنت صادق في حل البرلمان ليش ما انسحب من كما انسحب مقتدى الصدر؟ طبعا انسحاب مقتدى الصدر انا في تقديرنا احنا كمكتب سياسي واللي احنا نطبخ العمل السياسي ونمضي النواب، لكن كان هناك يعني عدم خلينا نقول عدم التزام من قبل بعض النواب بقراراتنا كمكتب سياسي، هذا شأن آخر. لكن احنا هم ستة حبيبنا دكتور، هم ستة، فإذا بعض يعني إذا بعض يعني شقد يعني ثلاثة مثلا يعني نص، هم تسعة. لا هم تسعة. نعم. انتهى. لكن احنا يعني ابتلينا بانه بعض الناس يريد يعني بعض النواب يريد يمشي بشكل مستقل عن قرارات المكتب السياسي، واحنا نحاول نقوم عمله. دكتور، هي طبخه التصويت، عفوا دكتور، هي طبخه التصويت للحلبوسي ما طلعت من المكتب السياسي، طلعت بقرار مفاجئ بعد ما تحركات قام بها السيد امين عام الحركه، واعتقد حتى جنابك ما يدري بيها. لا، التحركات اللي قام بيها رئيس الحركه كانت مبنيه على دعوات وجهت له. يعني دعوه انا يدعوني فلان تعال بس تسمع منه ونسمع من عندك. ما كان مبني على اتفاق. نعم دكتور. ولم يقدم الامين العام اتفاق ولم يقدم تعهد لفلان، لا المشهداني ولا الحلبوسي لم يقدم تعهد انه هو راح يصوت له نهائيا، ما في شيء. نعم دكتور، انتم شاركتم اذا سمحت لي. نعم، انتم في امتداد شاركتم. هذه الورقه القديمه استاذ، تسمح لي انا يعني شويه، وانا استاذ محمد من حكى ساق جمله من النقاط المهمه جدا واللي هي طعن بالحركه، وانا ساكت يعني ما حكيت حتى يكمل واجاوب. نعم. انا هسه عندي يعني صار تدخلات هوايه اثناء كلامي. متاسف أرجو منك دكتور. خليني أكمل. أكمل الفكرة دكتور. أكمل فكرتي انه عملية الانسحاب ليس حلا، ونحن نخطئ السيد مقتدى الصدر بسحب نوابه من الكتلة. عملية حل البرلمان تحتاج إلى توافير من النواب، وإذا كان السيد مقتدى الصدر ما عاجب العملية سياسيا، ما عاجب يشتغل ويا هؤلاء الناس، كان الأحرى أنه 73 نائب يشكلون النواة الأولى لحل البرلمان. هسه يعني بربك يا أستاذ، إذا من النواب الجدد اللي صعدوا ويوقعون على حل البرلمان؟
من يوقع على حل البرلمان؟ فاحنا لذلك نعتبر من يزهد بالسلطة؟ من يزهد بالسلطة؟ ما عندنا زاهدين، احنا ما عندنا دولة زاهدين، وما نقدم نماذج زاهدة. بس والله اكو تصريحات ايضا الها 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 شنة ورنة، وبعد شوية ارجع اناقشك بها. لكن ايد ارجع على الاستاذ محمد. استاذ محمد، شنو اللي استفاديتوه من المقاطعة؟ يلا انتو كل اللي سويتوه بالمقاطعة عبارة عن اطالة امد الاحزاب والحركات السياسية اللي انتو طلعتوا ظاهرتوا ضدها، انطيتوهم مجال يحكمون بعد، وهذا وفق رؤيتكم. انتوا تشوفون الوضع اليوم بخير لو مو بخير بالعراق؟ جاوبني بأمانة. من سيء الى اسوأ، دروح سياسيا من سيء الى اسوأ، اقتصاديا من سيء الى اسوأ، الحمد لله امنيا الامور مستتبة، نتمنى ان شاء الله، اللهم ربي بلا حسد على شعبنا العراقي. لكن اكو عندنا ملفات بصراحة اليوم تذهب من سيء الى اسوأ، وهذا كله على حساب وقت الشعب العراقي. وانتوا قلتوا احنا مقاطعين ويا جماهيرنا قاطعوا، وخليتوا العالم قاعده بالبيوت. واه شوف ها حطت ايدك. طبعا ايش قد عددكم التشرينين اليوم بالبرلمان؟ لو مثل ما يقول الدكتور، لو انتم طالعين بقوه تشكلون رقم وتقولون لهم يلا مع السلامه، احنا مستلمين الحكومه. شنو استفادي انا؟ هذا السؤال وكانما اني عندي تنظيم سياسي واعلنت من خلال هذا التنظيم السياسي مقاطعتي للانتخابات، او كانما انه انا فد مؤسسه او كذا. لا، رؤيه المقاطعين هو اني احكي لك اياها استاذ انس. انا بصفتي مواطن، والمواطن الواعي اللي مدرك للامور، عندما يشوف بديل حقيقي ظهر واكو قوه وطنيه متماسكه تمتلك رؤيه سياسيه حقيقيه، بات لزوما عليه المشاركه بالانتخابات وإبداء رأيه وتحقيق أغلبية من خلال الدعم الذي سيعطيه لهذا البديل السياسي. لكن من تجي تسألني أنا اليوم كمواطن أو كتشرين، وللأسف طبعا أنا أختلف مع هذا التحجيم إنك حركة عمت عموم المحافظات العراقية، وبالتالي حاول البعض أن يجعلنا رقم مع الأرقام الأخرى الموجودة بالساحة العراقية. لا، إحنا شعب ولسنا فئة معينة، بالتالي هذا الجمهور الناقم أو هذا الحراك الكبير لم يرى بديلا سياسيا برؤية سياسية حقيقية، ولم يرى الانسجام بين الأخوة الذين خرجوا من نفس الرحم، الذين رضعوا من نفس المبادئ. لم نجد هذا، وأسألني أنا ضليع جدا بهذه الجزئيات، وأعرف الكثير من الخفايا التي لا أريد البوح بها أمام الآخرين. يا أخي يا أستاذ أنس، الحركات مع بعضها مشتبكة محتدمة من الداخل، قالوا سننخر النظام للإطاحة به من الداخل، وبالتالي رأينا أن هناك من ينخر بهم وهم غفل عن هذا الموضوع. طبعا فمن أين مشاريع تسقيطية تدخل عليهم، حالهم حال الغير. من أين تأتي لنا هذه الثقة لندعم جهة معينة لخوض الانتخابات؟ مو ده يقول لك أنا بذرت بذرة، أنت وإذا بينا خير نسقيها حتى تكبر. هاي البذرة يقول لك أخطط 2029. هاي البذرة اللي انبذرت، أنا أحد الذين سقوها، ووصل بي الحال إلى أن أتهدد وأهجر بسبب هذه البذرة، فضلا عن بذرة تشرين بالعموم. ولاحن التسقيط ياما سوى بي. بالتالي أنا شفت أكو تخبطات، وهناك من يصر على هذه التخبطات. وإلا بربك يا أستاذ أنس، حركة سياسية جابت 9 نواب، هذا إنجاز جيد طبعا، ولكن لو تمتلك هذه الحركة الرؤية السياسية بالتصويت للحلبوسي مقابل مكاسب، أنا أسأل للدكتور ماذا جنيتم من تصويتكم للحلبوسي؟ عضوية لجان؟ ما فاق الشيخ علي بوحده جاب رئاسة اللجنة القانونية بالدورة الأخيرة اللي شارك بيها، رئيس لجنة قانونية هو بوحده فرد. أتحدى اليوم امتدأ إذا عدها رئاسة لجنة واحدة غير اللي يصوت للحلبوسي وينطيه هاي الثقة، ويغض النظر عن أخطاءه وشنو هو الحلبوسي، غير أكو مكسب؟
أنا أتمنى هسه الدكتور باعتباره هو رئيس المكتب السياسي وطابخ الطبخة السياسية لحركة امتداد أن يجيبني ماذا كسبت امتداد من هذا الفعل الشنيع التصويت للحلبوسي. ليش وصلت للفعل الشنيع؟ مو هذا اتفاق سياسي. بعدين هو يقول لك أنا اليوم دخلت اللعبة السياسية. ليش أوصف بالفعل الشنيع؟ لأنه كتشرين بحراكها كله محمد الحلبوسي ننسى سوى بينا، ننسى من هو محمد الحلبوسي. هذا لما اقول لك شنيع فهو بحد ذاته هو شنيع. نعم، ما الذي يثبت ما تقوله تجاه الحلبوسي؟ موجوده صور وهو مشرف على العمليات التي مسلطة على ساحة التحرير وعلى باقي الساحات الاحتجاج. ربما كان ينظر إلى الساحة، لكن هل سمع منه أنه وجه توجيها أو قال كلاما أو أمر سلطة ما بأن تفعل كذا وكذا؟ عدوكم ليس شخصا. ما أنتظر يأمر، لأن هو رئيس أعلى جهة بالعراق بعد الجهة القضائية، كان هنالك رئيس التشريعية، وكان هنالك رئيس وزراء. رئيس أنا وزراء لا أدافع عن أحد، رئيس وزراء ورئيس جمهورية وحتى رئيس مجلس القضاء الأعلى هو مدان بالجرائم التي طالتنا خلال فترة تشرين. الكل متهم، ولكن احنا هسه اشكاليتنا بهاي، وانا متأكد بعد لأنه طالما موجودة امتداد داخل مجلس النواب بعد موجود حضورهم، وهم من أشد الحريصين على الحضور في جلسات مجلس النواب للتصويت على تمشية الحكومة، وهذا ما طالبوا به. قالوا انه بصريح العبارة قالوا احنا كانوا يلومون النواب الاخر اللي قاطعون الجلسة، وقالوا احنا الى متى معطلين حياة الناس الى اخره. فطيب مثل ما صوتوا لمحمد الحلبوسي وهم يقولون احنا معارضة سياسية، طيب شلون راح يصوتون لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؟ دكتور رائد هسه سجل هواية ملاحظات. دكتور رائد يمكن ما تحتاج الى سؤال بعد الكلام اللي قاله محمد عفلوك. والله انا بس اشكل يعني على مساله تكبير مساله انتخاب الحلبوسه وتصويت الحلبوسه. انا بس اريد اضع نقطه مهمه وحتى الناس هم يسمعونها، انه نواب امتداد سواء صوتوا للحلبوسه ام لم يصوتوا فهو فائز، هذا خليها ببالك يعني، ولم يفوزوا. طيب دكتور، غير لما تصوت لو انت تعرف هاي الحقيقه تحصل مكسب، ما هو المكسب؟ اتمنى تجيبني دكتور، انا اخوك تحملني. المكاسب يا اخي شوف، خلي اقول لك يعني من ضمن المكاسب اللي حصلناها من هذا التصويت، ولا اريد ان ابرر طبعا، هي مو مساله تبرير، هي مساله 1+1=2، هذه عمليه سياسيه ويجب حساب الامور هكذا. مساله اللجان اللي حضرتك قلت عنها، حركة امتداد كانت حصتها رئاسة لجنتين من الفئة أليف، ونيابة رئاسة أربع لجان من الفئة باء، والفئة جيم هي مفتوحة. رئاسة أي لجنة دكتور بلا زحمة؟ نعم، رئاسة أي لجنة حصلت امتداد؟ رئاسة لجنتين من الفئة أليف، بعد هي رئاسات اللجان ترى ما منتخبة، كبار السن هم اللي يمشون اللجان، لان يعني الحكومه يجب ان تشكل الحكومه حتى لا يكون رئيس اللجنه من نفس حزب الوزير. نعم، الوزاره اللي يعني الحزب اللي راح يعني يشرف على هذه الوزاره او يكون الوزير منها. فالرئاسات لحد الان ما محدده، لكن كاتفاق رئاسة لجنتين لحركة امتداد، نيابة رئاسة أربع لجان ومن الفئة باء، والفئة جيم اللي هي حقوق الإنسان الطفل والمرأة وغيرها، هذه مفتوحة لحركة الامتداد. طبعاً هذا يدفعني إلى تساؤل، أنكم ستشاركون في الحكومة، يعني ربما سينبثق منكم وزير. نحن لا نشارك بالحكومة. إذا لم تشاركوا في الحكومة فيجب أن تكون لكم رئاسات اللجان بالاسم، لأنه يستحيل أن يكون وزير منكم. رئاسات اللجان يجب أن تحدد بالاسم، لأن الوزير مستحيل أن يكون منكم. نعم، لاحظ يعني إحنا الأمور يجب أن تكون بتسلسل،
مهما كانت يعني المواقف. عندما تشكل الحكومة يعين رؤساء اللجان، هذا ماشي يعني على مر الدورات البرلمانية. نعم هذا أنا أنتهي منها، مو أنا أتوقع يعني أفسر أستنبط بما أن فإن لا هذا لا قانونا بما أنه يحق لكم أن تشاركوا في الحكومة وأن ترشحوا وزيرا، لا بأس لا بأس نعم، لكن أنا أتكلم بالمنطق، بالواحد زائد واحد يساوي اثنين. خلي أمضيك إياها وخلي اسمع الناس. إحنا في حكومة الأغلبية، عرضت علينا وزارات، عرضت علينا هيئات، عرض علينا تمكين سياسي بحيث نتدخل حتى بالوكالات وبمدراء عامين في المحافظات وفي الوزارات، لكن رفضنا وبعظمة لساني أنا رفضتها اللي طرحوها علينا، رفضناها لأن عندنا مبدأ أننا لا نشارك في حكومة ليس لنا السطوة بها، إحنا نريد حكومة إحنا نشرف عليها مو الآخرين، وهذا يتنافى مع مبادئنا. إحنا نريد المحاصصة تنتهي من مسألة المدراء العامين، وإذا بيهم يطلعون علينا ليش ما تأخذون المدراء العامين، هاي مفتوحة لكم. إحنا كل هذا رفضناه. وكمضوا الناس بمسألة التصويت من الحلبوسي، التصويت من الحلبوسي مسألة مضت، احنا قد نعتبرها خطأ. دكتور الموضوع مو سهل حتى الناس تلبت بي، ما تلبت بي اعتباطا، عفوا فقط. يا دكتور لا فقط ليكمل الفكرة. والله الموضوع كبير وأدمى قلوبنا. طيب دكتور انا عندي سؤال نعم يا محمد، الموضوع ليس بالهالة اللي تتحدث فيها انت، مو هالجد يعني، مو هالكبر يا اخي كبرتوها دكتور. دكتور هسه اذا احنا الجماهير اللي كبرنا دكتور، اذا احنا الجماهير اللي كبرنا، طيب حركه على مستوى نواب هالتسعه تشتتوا وتفرقوا بسبب هذا الخطا، فالموضوع مو موضوع شارع وشارع كبره وكذا وتسوى، ما يخالف. مو انا حكيت له، احنا حساباتنا اصبحت ثوريه وسياسيه وليست ثوريه فقط، يعني احنا الان بين حالتين والدمج ما بيناتهم جدا صعب، انه مساله سياسه ومساله ثوريه، احنا محافظين على الجثتين ونحاول ننسق بيناتهم. وصدقني يا اخي لو كان احنا يعني بدينا انه نفوز الحلبوسي ما فوزنا، احنا ما نفوز الحلبوسي. طيب هو فايز دعوفوه ليش؟ ليش سويتوا هذا اللي سويتوه بنفسكم؟ احنا ليش نعوفوا يصير عندنا مكتسبات؟ مو احنا الناس تباوعنا يا استاذ محمد، مو العالم لازم نوابنا البيبان، الناس عندها دكتور رائد انت ابن الناصريه وجنوبي، وهناك عندنا هوسه دائما نسولف بيها، نقول مالك هيبه المالك شر، بالتالي اللي يتبنى شعار نقل صوت الشارع داخل مجلس النواب هذا تنطبق عليه هاي الهوسه حرفيا، اذا مالك شر، والشر الشر 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 لاجل الحق مو الشر الباطل، الشر هذا بالشر لاجل الحق بصوت الحق تقدر تحصل حقك وزايد، مو بالاتفاقات السياسيه المغلوطه يا دكتور في دول وجهك. استاذ محمد بالشار انت هاي تقولها، يعني مو انا حكيت اول حكايه اللي قلت المتفرج مو مثل اللي يلعب بالساحه، هاي مال الشار وغيرها، هذه احنا نائب واحد من عندنا نائب حكايه واحده تم رفع قضيه عليه من قبل مجلس القضاء الاعلى، شاية بسيطة والدعوة مفتوحة لحد الآن. يا أخي اللي يمشي اللي يلعب بالساحة مو مثل المتفرج. أنا أعطيكم العذر، وهذه حركة قلب طبعا وطني لا تخرج عن كونها وطني، لكن انتظروا، يعني إحنا فصل التشريع الأول خلص مشاكل، ما قدرنا نجر نفس، ما قدرنا نحدد، ما قدرنا نطلع النتائج مال استراتيجيتنا للشارع، لان ماكو
العمل التشريعي لا لا هو هو ماكو لا لا هو ماكو عمل سياسي اذا سمحت لي دكتور. ماكو عمل سياسي اصلا. الموضوع الموضوع اليوم كالتالي: هاي الفئه جابت هالقد اصوات، هاي الفئه جابت هالقد اصوات، تعاركوا بيناتهم الطرفين وبالاخير طرف انسحب وطرف قال لك انا راح اتصدى للمشهد. انا قضيتي بالتشرينين وراح اخذ تصريح للنائب الصاعد ضياء الهندي. ها طبعا الكلام لك استاذ محمد. نعم. محمد عفلوق قال: سنسأل الكتلة الأكبر عن من قتل المتظاهرين في أولى البوادر للمطالبة بحقوق الشهداء، وذلك عند تشكيل الحكومة. يعني راح يسأل الإطار التنسيقي بين قوسين. حقيقة هذا الشاب الثوري ضياء الهندي وبعض رفاقه، حتى لا نقول كلهم، لحد الآن ما أبدوا أي التزام سياسي، فلهذا تشوف خطواتهم جريئة وشجاعة ومحملة بالثورية السياسية، وهذا ما يحتاجه الشارع اليوم في ظل هذه الظروف والتخبطات والانسداد السياسي إلى آخره. الشارع بس وحده كل شيء ما يقدر يسوي. بالتأكيد طبعا. هذا طبعا أنا حكيت أنا وياه بهذا الموضوع، بالتالي هو راح يعرض رسالته يعرضها على الجميع ويعرض الجميع للإحراج، وهي خطوة سياسية تحسب له. تعال أنا أجيك أستاذ أنس، أنت نائب بالكتلة الفلانية، شباب قتلوا ظلما، توقع على أن نفتح هذا الملف الخطير؟ لو ما توقع أنت والجمهور، أنا أخليك أنت وجمهورك. بالتالي إن شاء الله وسنكون داعمين لهذه الخطوة لضياء، ومن سيقف معه في هذا المشوار سندعمه بكل ما نمتلك من قوة وإرادة في كشف كواليس هذا الملف الذي زين. هو أيضا نفس الشخص توعد بتشرين ثانية. شو يقصد تشرين ثانية؟ هذا شيء القرار قرار الشارع، متروك للشارع، واعتقد بنفس الوقت هو متروك للحكومه التي ستشكل. مو هو اليوم سياده النائب ضياء الهندي صار رجل بالحكومه ورجل بالشارع نعم. وقال له دكتور رائد عنده راي، طبعا راي محترم، يقول لك عمي اللي بالساحه مو مثل اللي مو بيها. سالوا ما هو المثقف؟ قالوا المثقف هو الذي يعرف بعض الشيء عن كل شيء، وكل شيء عن بعض الشيء. فيا أخي احنا نعرف، احنا مو بعيدين، احنا ولد هاي البيئة، ولد هذا، وعدنا أصدقاء ومعارف وأخبار، وجاي نشوف الوضع كل اللي تشون جاي يندار ومن اللي جاي يحرك والمحركات. لكن يقولون إذا أريد أن تنطلق تشرين جديدة فلن تكون كالأولى بسبب إصابة الجمهور بالإحباط. أكو أيضا نكوص، أكو أيضا تغيير، أكو أيضا قيادات ما موجودة، أكو ناس ما تقدر تعيش بنص بيئتها. من يعمل على إحياء تشرين الثانية هم الصدريين، وإذا أرادوا فعلا وجدوا بإنجاح تشرين ثانية فعليهم أولا الاعتذار لتشرين عندما وصفوها بأبشع الأوصاف، وعليهم الاعتذار لضحايا تشرين ولذويهم، وأعتقد هم يفهمون شنو أقصد. لكن إذا نزلوا للشارع هل سيكون معهم تشرينيون؟ إذا نزلوا وحدث ما حدث معهم فصدقني بعد الذي رأيناه منهم لن يرف لنا طرف في مساندتهم أو الوقوف معهم، إلا بشرط واحد وخلي سمعوها، وهم كلش مهتمين بي من أسوالف ما أعرف شعدهم وياي: عليكم بالاعتذار من تشرين أولا ومن ذوي الشهداء ثانيا، أسأتم كثيرا لنا وللشهداء ولذويهم، وحتى اتهمتم أعراضهم بشتى الاتهامات اللاذعة للأسف. فإذا اعتذرتم لهم
تيقنوا بأن تشرين والشارع العراقي كله سيقف معكم. نعم بال 2016 نعم. لكن النهج الثوري مو حكر، النهج الثوري مو حكر على أحد، التيار الصدري تيار ثوري. أنا أقول لك هجاوبك على هاي لأن سؤالك جدا منطقي. إذا خرج التيار وحده كله فلن يحصل على المكاسب التي حصل عليها اليوم، أقصد ما قبل الانسحاب. ليش؟ السبب أنت التيار حزبي وجماهيرك يعتبرون جماهير حزبية، المكاسب التي حصل عليها التيار الصدري هي مكاسب أخذت على ظهورنا إحنا الشعب، إحنا اللي من نطلع ما حد يقول لنا أنتم منو، لا إحنا الشارع إحنا الشعب، بس هم من يطلعون الكل يتلقف هذه الوقفة مالتهم، وأنتوا يعني فضائيتكم الكريمة إذا طلعوا باشر تظاهر شرح يكون المانشيت مالتكم جماهير التيار الصدري طبعًا. بس لما نطلع إحنا شو تقولون؟ الشارع العراقي، تظاهرات شعبية، تظاهرات شعبية الشارع العراقي. من هنا تؤخذ الشرعية، شرعية التظاهرات تؤخذ من الشارع وليست من جماهير الأحزاب. فإذا أرادوا أن يكسبون مكاسب أخرى فوق التي كسبوها عليهم أن يعيدوا ثقة الشارع بهم، واليوم ثقة الشارع طيب سلم لي. طيب 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 خلنا نروح للدكتور رائد. دكتور رائد، باعتباركم منبثقين من يعني من لنقل شيء ثوري، امتداد هو جاي من حركة ثورية، سؤال مهم، إذا ما فكر التيار الصدري وهذا الاحتمال موجود خاصة بعد دعوة السيد مقتدى الصدر إلى صلاة موحدة يوم 15 حزيران الجاري، إذا فكر التيار الصدري أن ينزل إلى الشارع، موقفكم إيش راح يكون؟ مؤيد، حياد، رافض؟ وأريد إجابة من رئيس المكتب السياسي لحركة انتهاء. طبعا الدعوه هي 15 تموز، وليس 15 تموز، عفوا 15 تموز، انا اسف جدا. نعم يعني احنا مساله التظاهرات اذا كانت تظاهرات حقه ويعني اهدافها تعمل الشعب العراقي باكمله وليس فئه معينه، يعني مو تظاهرات كبيرة، يعني مو تظاهرات فئه ضد فئه، جهة حزبية ضد جهة حزبية، احنا 100% داعمين لها، لان حاليا الوضع بالعراق وصل الى مرحلة الانسداد الكامل. يعني تشوف انه شخوص في الاطار التنسيقي جاي يتكلمون عن السعي والمفاوضات وراح نوصل وراح نشكل لكنهم يعني مسألة تشكيلهم للحكومة يعني تصل الى يعني نسبه تصل الى 5%، 95% لهم ليسوا قادرين على تشكيل حكومه. انا اول ما انسحب يعني انسحبت الكتله الصدريه قلت انه هذه عمليه اولى لسحب الشرعيه من البرلمان الحالي. العمليه الاولى، العمليه الثانيه هي عمليه التظاهر اللي ممكن انه تسحب الشرعيه الكامله من البرلمان الحالي وتجبر الآخرين. طيب طيب مضى هذا السيناريو، أين ستكونون؟ في الشارع؟ في قبة البرلمان؟ في بيوتكم؟ نحن سنكون أولا في قبة البرلمان بما نستطيع، وثانيا نحن موجودين مع جماهيرنا في الشارع. يعني مثل ما ذكرنا من البداية إنه إحنا موجودين، الثوار عندنا موجودين في البرلمان، يعني ينقلون الاحتجاج من الشارع إلى البرلمان. أنا أسأل يعني هنا عن شخص النائب، أنا أسأل هنا عن شخص النائب، السيد النائب سيجلس في البرلمان والجمهور سيكون متظاهرا والمتظاهر خرج على الطبقة السياسية وأنتم أصبحتم جزءا من الطبقة السياسية، ما هذا الكوكتيل يا دكتور رائد؟ أنا أضعت كل شيء الآن، أضعت كل شيء، من يثور على من؟ يعني الموضوع يشبه عفوا يعني أحد الأفلام حين وقف وقال تعيش القوات الحكومية والمتمردين. أنا وقف عقلي، يعني هنا وقف عقلي.
نحن ثوار قبل أن نكون برلمانيين، نحن مع الشباب الثائر مهما كانت الأمور، سواء امتلكنا 9 مقاعد أو 40 مقعد. انزل معهم إلى الشارع إذن كنائب، عد مواطنا وانزل معهم إلى الشارع، لا تكون تحت قبة البرلمان، أو ادفع باتجاه أن يكون جمهورك مؤيدا ومساندا للبرلمانيين الذين انتخبهم. نعم، سنكون في مقدمة الصفوف، سنكون في مقدمة الصفوف وسنعمل في البرلمان باتجاه الشارع، يعني كل ما يخدم الشارع من قرارات من إجراءات قادرين عليها بالبرلمان راح نسويها، وسنكون في مقدمة الصفوف في الشارع، لأن الشارع مطالبه حتى، وإذا استمر الانسداد السياسي واستمر هذا الاستهزاء بمقدرات الشعب العراقي في سبيل مواقع يحصل عليها فلان وفلان. لا طبعا أنا أذكركم، أنا أذكر بأنه أول جلسة تداولية في البرلمان ذكر الأمين العام للحركة، والذي هو لا زال طبعا بالعلم ولم رسميا لم يعني لم يصدر أمر، لم تصادق المفوضية لحد الآن على مسألة إقالة الدكتور علاء الرفاعي، الأمين العام للحركة الدكتور علاء الركابي قد أشار في أول جلسة عقدت في البرلمان أن الشباب إذا يئس من البرلمان الحالي الذي هو إفرازات لثورة تشرين العظيمة في عام 2019، إذا أصاب اليأس والإحباط فمعناها أن الثورة القادمة ثورة أعظم وأكبر من الثورة التي اندلعت في 2019. طيب دكتور رائد، طيب دكتور رائد، حكومة قبل قليل قلت أنها لن تشكل إلا ربما بنسبة 5%، هذا هذا يؤشر ماذا؟ هل كانت رؤية المقاطعين من أمثال محمد عفلوق الذي معي و من معه أيضا كانت على حق في المقاطعة، أم أنكم كنتم على حق عندما شاركتم في عملية سياسية كنتم تشكون كثيرا أنها ستنتج نتائج مأزومة؟ طبعا لولا مشاركة امتداد والذين شاركوا وليس الذين قاطعوا لم يكن هنالك انسداد سياسي، ولكانت الحكومة مشكلة الآن بالشخوص الذين خرجت الجماهير عليهم في عام 2019. طيب 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 دكتور، اذا انتم سبب الانسداد السياسي ليش تسعون دائما الى فك هذا الانسداد؟ ما تعوفونه مزدود وتجيبون تزيدون عليه طين بله؟ لا حبيبي، احنا فك هذا الانسداد لان مصالح الشعب موقفه. طيب والا احنا طيب ما جاي تعتبر انت انجاز، انت مو جاي تقول هذا انجاز يا دكتور الله يخليك. شنو انجاز؟ انت مو جاي تقول لولا قناعتنا بالمشاركه ما كان وجد هذا الانسداد وكانما تتباهى به او تفتخر، بينما تلومنا احنا تقول نعم. حبيبي انا جاي اقول لك انه احنا 9 والمستقلين يشكلون نسبه 50 مقعد، هذه ال 50 مقعد اخذت من مقاعد الاطار التنسيقي، ولو شاركت حضرتك والبقية المقاطعين لكان العدد 100 تأخذ من الإطار التنسيقي ولشكلت الحكومة بأريحية. شلون أشارك يا دكتور وما عندي بديل؟ شلون أشارك؟ أنت ما أشارك وما عندي بديل؟ رأيك ورأيك محترم، لكن إحنا نقول خطأ تاريخي، عملية مقاطعة الانتخابات في أوج الثورة وفي زخم الثورة. لو شاركت نتمنى دكتور تثبتون حقيقتكم بالمشاركه ونجاح الفرصه هذه التجربه كانت موجوده، نتمنى والله احنا نريد خير العراق، كان الوضع غير وضع حاليا. طيب طيب انا 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 ربما لم يبقى معي وقت دكتور رائد، فقط في نصف دقيقه، ما الذي ستقدمونه وعدا لاخوانكم التشريعيين الذين استشهدوا والذين جرحوا والذين تهجروا والذين غيبوا؟ بماذا تعدون في نصف دقيقة وعد أمام الشاشة؟ ما هي الإجراءات بدأت يا أستاذ أنس، الإجراءات بدأت وتم تشكيل لجنة تقصي حقائق
وتم التصويت عليها وبدفع من الحلبوسي، تم التصويت عليها من أهل تشرين نفسهم، من نواب تشرين نفسهم، وكان هنالك اعتراض من فئة معينة لم تؤخذ بنظر الاعتبار، لم يؤخذ بنظر الاعتبار اعتراضها. هذه اللجنة، هذه الأحداث اللي صارت ما خلتها تشتغل. احنا هذه اللجنة ان شاء الله راح نركز عليها بالفصل التشريعي الثاني اذا استمر الوضع، نركز عليها، وان شاء الله حقوق المغيبين والشهداء والجرحى كلها تكون على والمهجرين الذين لا يستطيعون العودة الى بيوتهم، والمهجرين، نعم المهجرين. طبعا احنا مطالبنا لكل العراق وليس عموما. لا اتكلم عن المهجرين من تشرين، اتكلم عن مثل الاستاذ محمد عفلوس. نعم يعني نعم هو نعم هو ورفاقه، هؤلاء في النهايه زملائكم. انا لا اطالب بالنيابه عنهم، هو يجلس الان بجانبي ربما. نعم هؤلاء احباب الاستاذ محمد والاخرين الثوار، هؤلاء احبابنا وان شاء الله يرجعون. احبابنا لا تكفي دكتور، دكتور رائد، احبابنا لا تكفي، ان مقارعه الابطال ليست كتسطير الامثال. اشكرك جدا. صحيح. رئيس المكتب السياسي لحركه امتداد الدكتور رائد الصالح، كنت معنا في هذه الحلقه. شكرا جزيلا. نعم للناشط السياسي وكما يسمي نفسه الرئيس القادم محمد عفلو، كنت معي في هذه الحلقه المتعبة. شكرا سلام. شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم احبتي المشاهدين، تقبلوا تحيات كاد العمل وتحياتي انس عبد الرحمن، وننوه بان حق الرد مكفول جدا 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 جدا، اللي عنده شيء ويانا يجي هنا ويناقشنا واحنا حاضرين بلا مشاكل وبلا غيرها. الى اللقاء.